بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 34 مدنياً على الأقل في قصف جوي روسي استهدف عبارات كانت تقلهم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات قرب مدينة دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن الطائرات الروسية استهدفت أكثر من 40 عبارة مائية كانت تنقل المدنيين الفارين من الموت والقصف المكثف بالمدينة. قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تمكنت من الوصول إلى منطقة صناعية على بعد أميال إلى الشرق من مدينة دير الزور، وبهذا التقدم تكون قوات سوريا الديمقراطية على بعد 15 كيلومتراً فقط من قوات النظام السوري وحلفائه. شن طيران الجيش العراقي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في قضاء القائم في محافظة الأنبار أقصى غرب العراق بحسب بيان للجيش. وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير مخزنين للأسلحة والعتاد ومقر تجمع لقيادات داعش ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، وقتل العشرات من مقاتلي التنظيم. حذرت كوريا الشمالية من أنها ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات أقسى في مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ رداً على تجربتها النووية الأخيرة. وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة قبل أسبوع، وقالت إنها اختبرت إطلاق قنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، مما أثار إدانة دولية ودعوات لفرض مزيد من العقوبات عليها. تراجعت قوة الإعصار الضخم إرما إلى الدرجة الثانية بعد دخوله بعد ظهر الأحد البر الأمريكي من جهة الساحل الغربي لولاية فلوريدا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في أحدث نشرة لها عن إرما إن عين الإعصار المدمر تقع حالياً على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال مدينة نيبلز الساحلية، وإن إرما يتقدم باتجاه الشمال محذرة من أن الرياح المصاحبة للإعصار ما زالت خطيرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا في إجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي سيزورها قريباً جداً الاستفادة من مساعدات فيدرالية إضافية لمواجهة تداعيات الإعصار الضخم إرما الذي بدأ باجتياحها. إلى اللقاء.